السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون الكرام، المتابعون الأكارم عبر هذه الصفحة المباركة، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا، قولوا آمين. أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى في تلك اللحظات المباركات أن يحقق لنا ولكم ما نتمنى، وأن يفرج الهموم، وأن يسدد الديون، وأن يزيح الكروب، وأن يبدل الحال إلى خير حال، اللهم آمين. في هذه السويعات المباركات، السويعات الأول من شهر شعبان المبارك، أسأل الله العلي القدير أن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين. وبعد، طالع قبل الهوى إن شاء رب العالمين، إحنا عندنا الساعة 2 برنامج إني قريب على شاشة قناة النهار إن شاء الله، إن قدر الله اللقاء والبقاء. ولكن حابب في عجالة الناس اللي بعتة، ما هو أفضل الأعمال التي نبدأ بها شهر شعبان؟ خدوا بالكم، شهر شعبان من الأشهر الخطيرة جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه، الناس بتنساه، الناس بتغفل عنه، الناس ما بتركزش فيه، الناس ما بتبصلوش كويس. عادة فرحة الناس بشهر رجب على أنه من الأشهر الحرم تجعل الناس يستقبلون رجب بترحاب وينتظرون رمضان من خلال رجب. فإذا ما دخل شعبان فعادة الناس أن الذهن ينصرف إلى رمضان مباشرة. ولذلك شهر شعبان لمن فهم دين الله هو ختام السنة التعبدية. ركزوا في الكلام ده كويس. احنا عندنا السنة المالية بتختم في شهر 7 أو في شهر 6، فيعملوا الموازنة ويقفلوا السنة المالية عشان تبدأ سنة مالية جديدة من شهر 7، صح؟ طيب، شهر شعبان ختام السنة التعبدية، يعني إيه؟ يعني ابتداء من شهر رمضان سنة تعبدية جديدة بتبدأ. ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الأعمال الصالحة والصيام في رمضان في شعبان. يعني إيه؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان، لدرجة إن أم المؤمنين عائشة بتقول كان يصوم لحد ما يقول، لحد ما إحنا نقول مش هيفطر، ويفطر لحد ما نقول مش هيصوم. وهذا يدل على كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان. فأفضل فعل في شعبان أولا أن تذكر الله كثيرا. صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللي عايز ربنا يغفر ذنبه، اللي عايز ربنا يقبل توبته، اللي عايز ربنا يتجاوز عنه، اللي عايز أي شيء لابد وأن يكثر من الذكر والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وخدوا بالكم يا سادة إن ذكر ربنا سبحانه وتعالى مفيش حاجة معاه تقف. احنا عندنا الحديث الصحيح،
الرجل الذي كان له 99 سجلا، كل سجل مدى البصر، كلهم سيئات، وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقال الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا يا رب. قال الله سبحانه وتعالى: ألك عذر أو حسنة، لك عذر تعتذر به إلينا؟ فيقول: لا يا رب، مهابة. فربنا سبحانه وتعالى يقول له: بس انت ليك عندنا حسنة احنا ما نسيناهاش. ايه هي الحسنة دي؟ تخرج ورقة صغيرة او بطاقة صغيرة يخرجها الله سبحانه وتعالى له، في هذه البطاقة: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. العبد يستغرب: البطاقة دي هتعمل ايه مع 99 سجل دول، الواحد فيهم مد البصر؟ فتطيش هذه السجلات وتثبت هذه البطاقة. فأكثروا من الذكر والاستغفار. يلا كل اخواننا اللي جمعوا عندنا، كل الصفحة: جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو اهله. يلا: جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. طيب، يبقى دي أول حاجة، خلاص كده؟ طيب، النقطة الثانية في عجالة عشان ما أطولش على حضراتكم: نصوم أنصوم. طب يا عم الشيخ، أنت بتقول نصوم ونكثر من الصيام، هنقع في محظور إن عندنا سبت، هنصوم منفرد؟ أه، مفيش بأس إن أنت تصوم منفرد. هصوم الجمعة منفرد؟ مفيش بأس إن أنت تصوم الجمعة منفرد. هصوم الحد منفرد؟ مفيش بأس ان انت تصوم الحد منفرد، وان كان افضل الاعمال في شعبان ان تصوم يوم وتفطر يوم. يبقى تصوم يوم وتفطر ايه؟ وتفطر يوم. ده افضل وارجى الاعمال. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كثرة صيامه في شهر شعبان اجاب اجابة اللي انا بدأت بيها، اللي انا قلت لكم ان شهر شعبان، شهر شعبان ختام السنة التعبدية. فقلت لكم: قال لي سيدنا النبي: ذلك او ذاك شهر ترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. يبقى حضرتك كتر من الصيام على قد ما تقدر، ما لم تكن صاحب عذر يمنع من الصيام. خلاص كده؟ طيب، قبل الختام، السؤال اللي اتكرر كتير جدا 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 جدا، لدرجة أنا نفسي زهقت، لدرجة أنا جاوبت عليه لما زهقت من الإجابة. إخواننا أو أخواتنا الفضليات، بناتنا الجميلات، زوجاتنا الفضليات، أخواتنا الجميلات، أمهاتنا المؤنسات الغاليات، اللي بيسألوا: رمضانات اللي فاتت لازم نصومها؟ آه، مفيش خيار تاني. خلاص، مفيش خيار تاني، ما ينفعش يا ست البنات، يا ست الستات، يا ست الشابات، أدام أنت قادرة على الصيام، ما ينفعش إن حضرتك تسيب الصيام لأي سبب كان، ما ينفعش إلا لسببين فقط: مرض لا يرجى برؤه، يعني خلاص أعزكم الله، المريض قال، الطبيب قال إن المريض ده مش هيخف خالص، خلاص. أو الأمر التاني إن هو سن طاعن، واحد بقى عنده 90 سنة 80 سنة ومش قادر يصوم. ما عدا ذلك، عليا 90 رمضان هتصوميهم، عليا 50 رمضان هتصوميهم، أدام أنت قادرة على الصيام لازم تصومي. طيب، أختنا بقى الجميلة اللي بتقول دلوقتي لسه حالا، بتقول لي: وينفع الصيام بعد 15 يوم من شعبان يا عم الشيخ؟ مين اللي قال ما ينفعش؟ مين؟ ما احنا قلنا بقى، احنا اتفقنا مع بعض، اللي هيخش على الصفحة عندي هنا يسيبه من الطبطبة في فقه المصطبة. مين اللي قال ما ينفعش؟ ينفع الصيام لحد 29 شعبان، لحد 28 شعبان. العلماء اختلفوا في يوم الشك فقط، اليوم الفاصل بين شعبان ورمضان، وحتى اليوم ده في أقوال للفقهاء.
في صيامي خلاص، لكن صومي لحد 28 ولحد 27 ولحد 25 ولحد 26 براحتك، مفيش مشكلة خالص نهائي. لكن الحاجة الوحيدة اللي ما تعملهاش صوم الوصال في شعبان. يعني ايه صوم الوصال في شعبان؟ يعني ليل بنهارده خاصية النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، لا علشان ما نتشبهوش برمضان. لكن ما فيش مانع نصوم مثلا سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس ونفطر الجمعة مثلا، ماشي، او يوم ويوم، ده افضل انواع الصيام. خلاص كده، اسأل الله العلي القدير في هذه الساعات المباركات أن يحقق لنا ولكم ما نتمنى وما تتمنون، وأن ييسر لنا ولكم الأمور، وأن يهدي أولادنا وشبابنا وبناتنا ونساءنا، وأن يرزقنا الستر والغنى والعفاف، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله، وأسأل الله العلي القدير أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومستقر رحمته مع سيد النبيين سيدنا محمد، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. اللهم بلغنا رمضان، جزى الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. ويلا عما قليل نرتقي في برنامج إني قريب عبر شاشة قناة النهار في تمام الثانية ظهرا. إلى ذلك الملتقى أترككم في معية الله وأمنه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.